وأخيرا المحكمة أخرت 114/10/2022 على أساس اعتبار القضية جاهزة، سوف تبدأ في مناقشة الدفوع الشكلية ثم استماع المتهمين والشهود والدفوع الموضوعية لكي تصدر حكم في النزاع. الآن مرت على اعتقال هؤلاء الأشخاص، هذا الشباب سنة 3 سنوات 36 37 في 14 نكون كملنا 38 شهر، يعني 3 سنوات وشهرين، مدة ليس بالسهلة، مدة طويلة بزاف، وأن الشخص غير محاكم، والدستور كيقول لك محاكمة يجب أن تكون في أجل معقول، هو أجل غير معقول. خاطر نقول لك أودي أنا فعلا كانت كورونا تغيرت الهيئة، ولكن حينما تلقى المحكمة تأمر بإجراء خبرة للتأكد من حياة أو وفاة الضحية المزعوم، كتقول المحكمة ما عندهاش ما يفيد، ما يمكنش يكون في الغموض، بمعنى أن الملف أحيل على القضاء وفيه غموض، فما دور قاضي التحقيق أصلا الذي لم يحقق ولم يثبت بعد على الأقل الوفاة؟ الملف كان عنده وعنده مدة يخليهم في حال صراع، يبقى له 7 سنين، سيما الواقعة تعود 2007، جابوا له 2016 قريبا 9 سنين و10 سنين، بقات ما عنده سنوات، دار 4 إجراءات وتسرع في الاعتقال، وخلنا الان احنا مع المحكمه. الحمد لله كان عندي محاوله، عندي القتل ما عرفتش الجثه، كنخلب الجثه، تم الصرح مشكله، خلي المعتقل جوج مشاكل، يعني شيء غير مقبول اطلاقا اطلاقا. النيابه العامه قالت له حالته، ولكن حقيقة عندك انا قاضي نخلي لنا الى اعتقلتهم، عندي اجل سنه كاقصى مده، خليهم في حال صراع، ندير اغلاق الحدود، نسحب جواز السفر، سيما هذو كانوا طلبه وكانوا موجودين هنا، ما عمروا هربوا، كانوا يتصلوا بالهاتف ويجيو، سيما الناس كانوا خرجوا لكندا ولا كانوا بغيو يهربوا، فالناس حضروا فين المشكل؟ راه الاعتقال ما هو لا رمز نزاهة ولا عدالة ولا جدية ولا تطبيق سليم القانون، بالعكس هو احيانا رمز الظلم، رمز فساد، رمز تضحية بحرية قيل عنها مقدسة دستوريين، وعدد من الأضرار الكثيرة كيجنيها المجتمع والمواطنين والتي يتضرر من الاعتقال غير المبرر والقضاء. ثم الدولة بصفة عامة، حيث أن الدولة شريفة تعمل مع مواطنها بشرف، ولا تريد أن يخطأ أحد مسؤولها أو موظفها في حق المواطنين، سيما الحريات. الآن كما قلت السيد راه مؤخرا كنقرا في الصحافة الإلكترونية أن الدولة اعتقلت شي 54 قاضي، علاش؟ دخل في التدريب باش يعرفوا قيمة الاعتقال، قيمة الحرمان من الحرية لمدة نهار، قيمة عزل الإنسان عن المجتمع. حنا ما عارفينش هادشي، تقول 4 سنين 5 سنين اعتقلت صيفة الحبس، ايوا علاش دابا حتى الضحيه في هذا الملف كذوك؟ لا سيدي انا ما عمرش شي ملف كذوك، لا ولدي ما ماتش، انا ولدي باقي حي. واش المراه تقول انا ولدي باقي حي، انا ولدي ما ماتش، انا عندي ما يفيد حي، هما يقول لها ولدك مات، تقول لهم اعطوني الحجه، عيدوا التكييف، خصها يطلع في احتجاز، كيقول لها لا مات، اعطوني شهاده الوفاه باش ندير الاراثه، اعطوني باش نصف طرف مدني، لا ما عندناش. ايوا شنو هذا المنطق؟ واش هذا المنطق يقبله شي انسان اقل من العاقل؟ ما عنديش ما يفيد الوفاة، من ضعي تقول لك حي، الفرملي قال له السيد جا ومشى، وما عندناش ما يفيد نهائيا، ما تسرعوش حتى نثبتوا ونعتقلوا، ماشي التسرع في الاعتقال، فتاني عطوه البراءة ولا نظلموه ولا نقولوا أحق، علما أن الإنسان كيكون معتقل كما قالت في بلجيكا القضاء غالبا ما يميل إلى الإدانة، ماشي معقول. حنا باغيين نحقوا العدالة ولا باغيين نعتقلوا؟ راه اعتقال قلت لك لا رمز نزاهة ولا نظافة ولا تطبيق سليم القانون ولا أي شيء، ولا رمز السلطه زعما كاينه ولا السياده ولا القضاء ولا الضحيه في هذا الملف، ما مرضيش احيانا يقولوا الضحيه رضينا، الضحيه راه في التهور والوضع، ياك انا ما تحملش مسؤوليه كما قالت لهم يدنوا بهاد الناس اللي في الحبس، ان شعرت بالظلم ما بغيتوش حتى يكونوا مظلومين، كاين شي حاجه اكثر من هكا؟ صار ما يقبلوش المنطق نهائي للاسف. والان بعد 38 شهر عاد غير تناقش الملف، هذه احتمال وقد يقع ما يقع، وشكرا.